في إطار احتفالات المملكة بعيد الفطر المبارك، انطلقت يوم أمس فعاليات مهرجان العيد بمنطقة رأس حيان في المحافظة الجنوبية. نعم، المهرجان الذي تنظمه وزارة شؤون الإعلام يشتمل على العديد من الأنشطة والعروض الفنية بمشاركة عدد من الفرق الشعبية التي تقدم فقرات فنية تعكس تراث مملكة البحرين العريق وموروثها الشعبي، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مخصصة للأطفال ومشاركة أصحاب الأعمال والأسر المنتجة والعديد من الأنشطة المصاحبة. هذا ويستمر مهرجان العيد بالقرية التراثية حتى 7 مايو الجاري، حيث يستقبل المهرجان زواره من داخل وخارج المملكة ابتداء من الساعة 5 مساء وحتى 12 منتصف الليل. المكان انا وايد مبسوط منه، انا كنت جيت من قبل صراحه هني، يعني البنيان شيء جميل، يعني التراث البحريني تلقاه كله هني، يعني من مدارس، من مراكز شرطه قديمه، من الجوازات والاشياء ذي، يعني كلها هذه طبعا انا عايشت لان شفته وهي طبق الاصل صراحه. والله القريه التراثيه حلوه وايد، وحلو الواحد يتعرف على الاشياء القديمه في البحرين وعن الاشياء اللي في البحرين. اولا كل عام وانتم بخير، نهنيكم ونهني الشعب البحرين ونقول لكم كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده. بصراحه تجربه حلوه، اجواء جميله، كل شيء مرتب، صار عندنا يعني شيء ملموس شنو واقع البحرين، واقع دول متتعاون. قبل صراحه يعني شفنا مكان المغفر والمستشفى والمدرسه، البيوت، صراحه تجربه جدا جميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عيدكم مبارك، عساكم من عواده، نعوده ان شاء الله وياكم كل سنه ان شاء الله، يا كريم يا رحمن يا رحيم. وهذه دكاننا قسم التراث مال الاول، يعني الثياب، النشو، الكرره، الدراريع مال الاول، كل شيء مال الاول عندنا.